فضيلة الشيخ، في حج عامي 11400 هجرية وجدت مبلغ من المال ما يقدر ب 120 ريال سعودي في المشاعر المقدسة بميناء، وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين في المشاعر والحرم المكي، ووزعت ذلك على 5 ريالات و6 ريالات حتى انتهى، فهل عملي صحيح؟ أرجو التوضيح. العمل هذا غير صحيح، لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمن ينشد، أي لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يتحدث عن أحكام مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فالواجب على من وجد لقطة في الحرم المكي، الواجب عليه أن ينشدها مدى الدهر. فإن قال إن ذلك لا يمكنني، قلنا أعطها ولاة أمر البلد كالقاضي أو نحوه، وعليه فنقول إن هذا التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه النقود التي وجدتها تصرف غير صحيح، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره من وقع منك وأن لا تعود منه، وليس عليك ضمان هذه الدراهم لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبين خطأ ولم تدخل عليك هذه الدراهم، بل هي خارجة. نعم.